وللحديث عن الذكرى الثالثة لثورة تشرين ودلالات خروج تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان. حياكم الله أستاذ نوري. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لكم. أهلا بك أستاذ نوري. يعني هل ما جرى اليوم من تظاهرات في العراق هي عودة لتظاهرات تشرين أم ماذا؟ وما الذي يعنيه خروج تظاهرات بقوة في بغداد وفي مناطق متعددة من العراق؟ نعم، بداية يعني شكرا جزيلا لك، وشكرا وتحياتنا لمتابعينكم، وتحية دعني أن أحيي شباب أبطال تشرين على هذا الاستمرار والتواصل. أقول حقيقة بداية لابد من إيضاح بعض الشيء، ومفارقة لابد من ذكرها. الحقيقة الإطار التنسيقي وحلفائه الذين ذهبوا باتجاه تشكيل ائتلاف إدارة الدولة عازمون على تشكيل حكومة جديدة بمباركة أمريكا وإيران والمجتمع الدولي الممثل ببلاسخرت في بغداد. بالتالي هؤلاء التمثيل، هذا التمثيل الدولي خلينا نقول الممثل بالسفارات حقيقة في بغداد، هم الرعاة لهذه الحكومة المزمع تشكيلها في الأيام المقبلة، وليست المتظاهرين والأبطال تشرين هم أولاد السفارات. هذه المفارقة لابد من حسمها وبشكل واضح ودقيق. اليوم نشوف جيدا وين التوجه، وين الدعم، وين الرعاية، المن من قبل أمريكا وبريطانيا وإيران والكثير من دول العالم، هي للحكومات الأحزاب التي تتحاصص البلاد منذ 2003 لحد اليوم، لو كانوا فعلا هم يرعون شباب والشهداء أبطال تشرين حقيقة. يعني هاي المفارقة لابد من توضيحها. نعم، وخاصة أن يعني من يدعمهم يدعم السفارات هم يدعون الديمقراطية. بالضبط يدعون الديمقراطية، ولكن هذا الاتهام، هذا الاتهام والسبة التي كانوا يريدون أن يتهموا بها أبطال تشرين بأنهم هم أبناء السفارات. اليوم السفارات وهذه الدول هي داعمة لمن؟ لهذه الحكومة المزمع تشكيلها، وليست لشباب تشرين الذين اليوم، وهو صلب سؤالك، اليوم هم يريدون إحياء مطالبهم. اليوم أنا طبعا حقيقة أخلي بين قوسين ذكرى الثالثة على ثورة تشرين، هي استمرار واتصال وتواصل على ثورة تشرين. الثورة مستمرة وغير منتهية، ومطالبها هي نفسها ذاتها. يعني احنا دائما نقول مطالب تشرين لم تتحقق، بالتالي ما زالت المقومات على استمرار التظاهر وقيامها من جديد هي متوفرة، فبالتالي ممكن أن تكون بأكثر شدة وأكثر حزم. استغلوا حقيقة يعني الشباب والناشطين استغلوا هذه المناسبة بتعبئة جيدة وحضور لافت، والجميع شهد في كل المحافظات العراقية اليوم وفي بغداد جمهور كبير وواسع حضر لتأكيد وإحياء مطالبهم في دولة يعني خالية من المحاصصة، خالية من الفساد. ما زال الهدف والشعار نريد وطن قائم. بالتالي كل هذه المتطلبات ما زالت هي قيد هذه الشعارات، فالتظاهرات لا يمكن لها أن تنتهي. نعم، ستستمر. يعني هنا هذا يأخذنا إلى سؤال، ما الذي يميز حراك تشرين عن غيره من التظاهرات التي شهدها العراق مؤخرا حتى شهد التفاتة شعبية حوله؟ يعني ما هي الأسباب الموضوعية لذلك؟ نعم، شوف، هو حقيقة يعني تقريبا من 2011 إلى اليوم الشعب العراقي يخرج بتظاهرات متنوعة، في بعض الأحيان تكون مطالبها محدودة، في بعض الأحيان تكون مطالبها عامة، يعني في بعض الأحيان تكون هي مطلب شعبي عام، وفي بعض الأحيان تكون مطالب فئوية، وكأن تكون مثلا اللي حامل الشهادات العليا،
وكأن تكون لعمال وكذلك. هذه تراكمت كل هذه المطالب في حزمة واحدة وصلت إلى ذروة الانفجار الشعبي حقيقة. يعني أنا أسميه الانفجار الشعبي اليوم لما المطالب شوف بداية يعني يتحدثون عن خدمات، تحدثون عن كهرباء، تحدثون عن توفير فرص عمل، تحدثون عن توفير الـ يعني مقابيل هذه المطالب هو أكو يعني عدم مو فقط يعني عدم تحقيق هذه المطالب بل أكو تراجع في حتى في جزئية هذه المطالب التي ممكن أن تكون موجودة بالأصل. بالتالي هذا الالتفاف الشعبي هو كان حصيلة هذا التراكم السنوات هذه الطويلة من 2003 لحد اليوم. البلد في تراجع اقتصاديا سياسيا أمنيا حتى على المستوى التعليم والصحة وكل هذه الخدمات أشبه بالمعدومة، وإن كانت تنفق عليها أموال طائلة. هذه الأموال الشعب يسمع بأخبار وبيانات بمبالغ كبيرة جدا تنفق على الأمن، تنفق على الكهرباء، تنفق على الصحة، ولكن بالنتيجة لم يجني شيء، المواطن لم يجني شيء من هذه الأموال يعني التي تم إنفاقها. هناك يعني شيء غريب حقيقة في البلدان، عندما تخرج التظاهرات يصبح الأداء الحكومي لربما أفضل وأحسن على عكس ما يجري في العراق. ما هو السبب؟ السبب هو حقيقة هو تركيبة النظام، تركيبة النظام الحالي في العراق. يعني العملية السياسية تركيبتها في طريقة المحاصصة الطائفية التي جعلت من السياسيين يتخندقون في مناطق محددة من يعني من وطنهم، خليك نقول وطنهم الكبير اللي هو العراق، وباتوا لا يتحدثون عن هموم المحافظات الأخرى. خلي نحكي بالمجرد حتى ما نحكي بشكل نظري، بالبرلمان العراقي النواب الكرد يحكون عن قضايا الكردية، النواب السني يحكون عن قضايا السنية، النواب الشيعة يحكون عن نواب عن قضايا شيعية. هسه هذا العام، هذا المنطلق العام، ولكن الحقيقة انه كل هؤلاء ما يتحدثون عن معاناة شعوبهم، ما يتحدثون عن جمهورهم. يعني نائب ينتخب من الدائرة سين او صاد هو يتحدث عن فعلا يعني من حقه لانه هو يمثل هذه الدائرة يتحدث عن هذه الدائرة، ولكن في نهاية المطاف هو ايضا نائب عن هذا لما رشح من قبل هذه الدائرة. هذه الدائرة هم شعب، هذه الدائرة مو أرقام تتحدث عن مجاري وتتحدث، لا هم شعب لديهم أهداف عامة ولديهم أهداف خاصة، لديهم ما يخص ما يخص منطقتهم ولديهم ما يخص الوطن، بالتالي عليه أن ينفذ رغبتهم اتجاه الوطن. ابن الأنبار يشغله عطش ابن البصرة، وكذلك ابن البصرة يشغله أمن ابن الأنبار. فبالتالي النواب هذه المحافظات هذا الانشغال يجب أن يتوحد، هذا من شغل حقيقة. يعني النواب الذين مثلوا هذه المناطق ذهبوا باتجاه المكاسب الشخصية، باتجاه الاستحواذ على المقدرات البلد من خلال وجودهم في السلطة، وليس تحقيق طموحات وأهداف ناخبينهم. لذلك وصل الحال إلى أنه الشعب العراقي ما انتخب بعده. نعم ما انتخب. الانتخابات الأخيرة تعرف أنت أكثر من 80% ما شارك بالانتخابات من الشعب العراقي. نعم يعني بالعودة لتظاهرات تشرين، هل تحقق للسلطات الحكومية ما كانت ترجوه بعد هذا الكم الهائل حقيقة من العنف والقتل لإجبار المتظاهرين على ترك ساحات بغداد وذي قار وبقية المناطق؟ يعني هل تحقق للسلطات ما كانت ترجوه من قمع هذه التظاهرات؟ أبدا لا يتحقق، أبدا ما يتحقق. يعني لا يمكن حقيقة، لا يمكن للسلطات اليوم في العراق أن تتمكن من قمع الشعب، لا يمكن بالمطلق، لأنه هذه التظاهرات اليوم هي تظاهرات شعب. يعني هذه يعني أنت يعني حقيقة من خلال تواصلنا مع المتظاهرين، هنالك متظاهرين يعني يعملون في القطاع الخاص، منهم من
امتنع يعني عن العمل وقال أنا خلاص راح أستقيل، ومنهم من طلب إجازة من صاحب العمل، وصاحب العمل انطى إجازة مفتوحة لأنه راح تروح أنت بهدف نبيل، أنت راح تطالب بحقوق الناس. فأكو تضافر وأكو يعني خلينا نقول عليه تعاون وتآزر مجتمعي اتجاه هذه التظاهرات. فالمجتمع لا يمكن أن يقمع مهما يعني تمكنت السلطة من قوة غاشمة في استخدام السلاح، في استخدام القضايا البوليسية، في قمع الشعوب، تطول السنين والشعوب لا تقمع. نعم، أيضا يعني كيف أسهم تجاهل مطالب تشرين على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الطبقة السياسية بالوصول إلى حالة الصراع السياسي القائم اليوم؟ بالحقيقة الصراع السياسي في العراق هو ليس صراع حقيقة، يعني خلينا نميز الصراع السياسي في الطبقة السياسية الحالية ما له علاقة بالصراع السياسي مع المتظاهرين. الصراع السياسي اللي موجود ما بين القوى السياسية اللي موجودة في العملية السياسية التي وهي التي تحدثنا كثيرا عنها أنها تحتضر، والانسداد التي تعاني منه هو ذاته يخص هذه القوى المتحاصصة، ما يخص التشرينيين حقيقة يعني. فبالتالي وصول المجتمع الدولي دعمه بالمتمثل بممثلة الأمين العام لا سخرت في مع القوى السياسية في تشكيل حكومة، في تقارب وجهات نظر ما بين القوى السياسية، لا يخرج هذه القوى السياسية من يعني من الإطار المرفوض من قبل الشعب. يعني حتى هذا التسمية الجديدة التي أطلقوها اليوم هو ائتلاف إدارة الدولة، هو شنو ائتلاف إدارة الدولة؟ هو حقيقة عملية العودة إلى البدء. بدء هم بدأوا في المحاصصة الطائفية بائتلافات، وائتلافات تتجدد، يعني بمعنى أنه هم نفس الفكرة يعيدون إنتاجها في كل مرحلة في كل أزمة، ويتوقعون أن تخرج بنتائج جديدة أو نتائج متغايرة أو نتائج إيجابية. بالتالي كيف ممكن لمرء أن يقبل مثل هكذا طبقة سياسية لا تغير المعادلة وتريد نفس النتيجة؟ بديهيا أنه يعني الأرقام تتشابه، بديهيا أنه 1+1=2، لا يمكن أن يكون 3. نعم. فكيف ممكن أنت لا تخرج من عملية المحاصصة وتريد نتائج إيجابية؟ كيف ممكن أنت لا تخرج من إطار يعني إطار هذه الأحزاب، هذا الإطار الضيق لهذه الأحزاب بذاتها في إدارة البلد وتريد نتائج إيجابية أخرى؟ المشاكل التي تعانون منها كأحزاب، هم كأحزاب يعانون من مشاكل ذاتية في داخل الحزب الواحد وما بين الأحزاب نفسها، يعانون من مشاكل. هذه المشاكل هم نفسها محالينها، يعني هم نفس مشاكلهم مخرجوا من عدة. هذا الصراع إلى ماذا يؤشر؟ هذا الصراع يؤشر إلى نهاية هذه العملية السياسية. هذا النظام لا يمكن استمراره، هذا النظام زائل لا محال، وأكيد الخلاص يكون على يد الشعب، والشعب هو الذي هو صاحب القرار النهائي، ولا يمكن أن تحسم هذه القضية إلا من خلال هذه التظاهرات والاحتجاجات. نعم، إذن الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي نشكرك جزيل الشكر أن شرفتنا هنا في الاستوديو.